أهم الأنباء، أهلا بكم. قال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد طيار محمد جنونو الثلاثاء إن وحدة المخابرات رصدت تحرك رتل لميليشيات حفتر من الجفرة إلى اللود. وأوضح جنونو أن تحرك الرتل الذي يضم 80 آلية عسكرية تزامن مع 5 خروقات للميليشيات لإعلان وقف إطلاق النار. وأضاف أن قوات الجيش تنتظر تعليمات القائد الأعلى للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين. جددت المؤسسة الوطنية للنفط الثلاثاء مطالبتها بالإخلاء الفوري للمنشآت التابعة لها من كافة المظاهر العسكرية. وأوضحت المؤسسة أن هناك بارجة عسكرية في ميناء راس لانوف النفطي، مبينة أنها قد دخلت الميناء من السبت الماضي، مشيرة إلى أنها لن تتسامح مع أي عمل قد يضع حياة موظفيها أو يعرض منشآتها للضرر. نفى المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء توجه أي وفد من المجلس لدولة مصر لإجراء جلسات حوار بالقاهرة. وعبر صفحته رحب المجلس بأي دعوة توجه له لزيارة مصر من قبل المسؤولين المصريين للتباحث فيما يخدم مصالح البلدين. يأتي بيان المجلس الأعلى للدولة عقب ما ذكرت عدة قنوات إعلامية عن توجه وفد من المجلس إلى القاهرة في زيارة رسمية. طالب عمداء بلديات طرابلس الثلاثاء المجلس الرئاسي بضرورة الإعلان وبصورة رسمية عن الوضع الوبائي السيء في طرابلس. وشدد عمداء البلديات في بيان لهم على ضرورة تطبيق العزل بين المدن والمناطق لمنع انتشار فيروس كورونا خارج المناطق الموبوءة. كما طالب العمداء بضرورة الإسراع في تكليف وزير صحة جديد مع مراعاة معيار الخبرة الكافية في مجال الصحة والخبرة الواسعة في إدارة الأزمات مع اعتبار معايير النزاهة وبعيدا عن المحاصصة والجهوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.